البروتراكتورز بيفل بروتراكتورز بستخدمها لقياس الزوايا. عندنا ثلاث انواع من البيفل بروتراكتورز. النوع الاولاني بنسميه فيرنير بيفل بروتراكتور، زي ما احنا شايفين ان هو بيتكون الاجزاء الاساسيه بتاعته فيكسد بليد، موفابل بليد، وعندي مين سكيل وفيرنير سكيل. المسمار ده فايدته ان هو بيعمل لي فيكسيشن للريدنج. بعد ما اخد قرايه الزاويه بتاعتي اثبت البيفل بروتراكتور علشان الريدنج ما تتحركش. المسمار الثاني فايدته ان هو بيثبت لي الموفابل بليد علشان ما يعملش حركه سلايدنج جوه المجرى بتاعته. النوع الثاني بنسميه دايل بيفل بروتراكتور، وزي ما احنا شايفين هنا ان البيفل بروتراكتور ده بتعتمد على فكره ساعه القياس اللي احنا شفناها مع بعض. برضه هيبقى عندي مين سكيل وسكندري سكيل، وهنشوف مع بعض دلوقتي ازاي بناخد الريدنج عليها. نفس الاجزاء بتاعه الفيرنير بروتراكتور، عندي هنا بالنسبه للدايل بروتراكتور عندي موفابل بليد وفيكسد بليد، ولو بصينا عليها من ورا هنلاقي نفس المسمارين، مسمار لتثبيت القرايه ومسمار لتثبيت الموفابل بليد. ثالث نوع عندنا اسمه اوبتيكال بيفل بروتراكتور، ده بيعتمد على الضوء. لازم علشان اقراه هبص من الاي بيس دهي علشان اخد الريدنج بتاعتي. طبعا لازم اما ابص في الاي بيس يكون قدامي هنا لايت سورس متسلط على العدسه دهي، بحيث ان انا اقدر اشوف السكيل اللي موجود عندي جوه. الاجزاء بتاعتها برضو عندي فيكسد بليد، موفابل بليد، والدراع ده فايدته ان هو بيعمل لي فيكسيشن للريدنج كده، انا ما اقدرش احركها خلاص. والمسمار الثاني ده فايدته ان هو بيثبت لي الموفابل بليد. ازاي بقدر استخدم البروتراكتورز ده للقياس؟ اول نوع عندنا الفيرنير بروتراكتور، زي ما احنا شفنا مع بعض الاجزاء تاني فيكسد بليد، موفابل بليد، مسمار لتثبيت القراءه، مسمار لتثبيت الموفابل بليد. عندي الورك بيس ده عايز اقيس الانكلودد انجل بتاعتها. بكل بساطة هاجي احطها بتوين الفيكسد بليد والموفابل بليد، خدت الريدنج بتاعتي بالمنظر ده، اقوم قافل مسمار تثبيت القراية واشوف زيرو الفيرنير سكيل واقف فين على المين سكيل. هلاقيه واقف بين شرطتين على المين سكيل، هناخد الشرطة الاقل زي ما بنقرا الفيرنير بالظبط عادي خالص، وامشي على شرط الفيرنير سكيل لحد ما الاقي شرطه منطبقه، يبقى هي دي الريدنج بتاعتي. عشان اطلع السكيل فاليو هنا هنبص مع بعض على المين سكيل، هلاقي ان هو مقسم لي 0 10 20 لحد 90. من 0 ل 10 في 10 اجزاء، معنى كده ان سكيل فاليو اوف مين سكيل 1 ديجري. لو بصينا على الفيرنير سكيل هلاقيه مقسمه لي 12 شرطه، معنى كده ان هو خد ال 1 ديجري قسمها على 12 ديفيجن، وبالتالي السكيل فاليو اوف فيرنير سكيل هلاقيه 1 ديجري على 12، معنى كده ان هو كل شرط على الفيرنير سكيل بخمس دقائق. القرايه هبص على زيرو الفيرنير سكيل بين شرطتين على المين، هاخد الشرطه الاصغر واعوض الفرق اللي انا كنسلته عن طريق شرط الفيرنير سكيل، ابص على الشرطه المنطبقه، اعد دي الشرطه نمره كام واضرب في قيمه الشرطه الخمس دقائق، يبقى انا كده بقى عندي قرايه الزاويه اللي موجوده هنا. تاني نوع عندنا دايل بيفل بروتراكتور، السكيل بتاعها بيتكون من جزئين. العداد الكبير اللي بره ده بنسميه مين سكيل او برايمري سكيل، والعداد الصغير ده بنسميه سكندري سكيل. وزي ما اتفقنا في الدايل جيجز ان البرايمري سكيل 1 ريفوليوشن منه ب 1 ديفيجن على السكندري سكيل. لو بصينا مع بعض كده على البرايمري سكيل هنلاقي ان هم قسمهولي اللفه الكامله بتساوي 10 درجات، وكل درجه مقسمها 12 شرطه، معنى كده ان الشرطه الواحده بتمثل لي 5 دقائق. طالما اللفه من البرايمري سكيل ب 10 درجات، يبقى معنى كده سكيل فاليو اوف سكندري سكيل هلاقيه ان هو 10 درجات، اللي هو بيكافئ 1 ريفوليوشن من البرايمري سكيل. نفس الابلكيشن بتاعها، لو انا عايز اقيس زاويه الورك بيس ده هثبتها كده او هسندها على الفيكسد بليد، واقوم لافف بايدي الثانيه الموفابل بليد لحد ما ينطبق على الورك بيس بتاعتي بالمنظر ده كده. اقوم رايح شايف الريدنج بكام. ما انساش قبل ما اخد الريدنج
اثبت مسمار تثبيت القرايه علشان الموفابل بليد ما تتحركش. دلوقتي لقيت انا جوه على السكندري سكيل شرطة ال 80 وشرطة ال 90 درجة هما الاثنين باينين، يبقى انا كده واقف بين 80 درجة و 90 درجة، يعني معنى كده ان الزاوية اللي عندي بين ال 80 وبين ال 90. اجيب الزاوية بالظبط ازاي؟ اطلع بره للبرايمري سكيل، لقيت ان المؤشر برايمري سكيل مشاور لي على شرطة 6 درجات و 15 دقيقة، معنى كده ان الريدنج التوتال اللي عندي الزاوية اللي كانت موجودة عندي هنا 86 درجة و 15 دقيقة. بس اخد بالي من حاجة في كل البيفل بروتراكتورز. دلوقتي البيفل بروتراكتور في البوزيشن ده اريالي 0 ديجري 0 مينت. 0 ديجري 0 مينت يعني كأن الزاوية عندي 180، انا هنا بقرا 0. طيب كل ما الزاوية تقل، زي مثلا البوزيشن ده انا كده قاري 40 درجة، الزاوية دي مش 40 درجة، الزاوية دي 180 ناقص 40 درجة. يعني معنى كده وانا حاطط الورك بيس بين الفيكسد بليد والموفابل بليد في البوزيشن ده، هو الزاوية اللي موجودة عندي اللي انا مشيتها هي عبارة عن الريدنج اللي انا هاخدها هي عبارة عن 180 ناقص الريدنج اللي موجودة عندي. زاوية الورك بيس هي 180 ناقص الريدنج اللي موجودة عندي. اخر نوع عندنا الاوبتيكال بيفل بروتراكتور، ده علشان اقدر ابص على السكيل بتاعه لازم ابص في العدسة بتاعة الاي بيس لايت سورس بالمنظر ده كده، لازم اكون باصص للايت سورس جامد علشان اقدر اشوف السكيل اللي موجود عندي جوه. برضو هنلاقي هنا ان السكيل فاليو اوف مين سكيل ايكوال 1 ديجري وسكيل فاليو اوف فيرنير سكيل ايكوال 5 مينتس. وبرضو هلاقيه مقسم لي التدريج زي ما شفنا في الفيرنير بروتراكتور او في الدايال بروتراكتور، برضو هلاقيه مقسم لي التدريج من 0 ل 90 ومن 90 ل 0 ومن 0 ل 90 ومن 90 ل 0، يعني كانه مقسم لي 360 درجه 4 تربع، كل ربع بيمثل لي 90 درجه. بس في القرايه اخد بالي هل انا قريت الزاويه بتاعه الورك بيس على طول؟ يعني انا هنا الزاويه دي مثلا في حدود 60 درجه، هبص على السكيل اللي جوه هلاقيه قاري لي 60 درجه على طول. لو الزاويه فوق ال 90 درجه، لو الزاويه منفرجه اكبر من 90 درجه، هلاقيه هنا بيقرا لي 180 ماينس الزاويه. ونفس الكونسبت اقدر اطبقه في الدايال بيفل بروتراكتور واقدر اطبقه في الفيرنير بروتراكتور. ممكن نقدر نقسم البروتراكتورز الثلاثه اللي احنا شفناهم دول، اقسم الفيرنير بروتراكتور والدايال بروتراكتور اسميهم ميكانيكال بيفل بروتراكتورز، والاوبتيكال دي عباره عن اوبتيكال بيفل بروتراكتورز. يبقى هم دول التو كاتيجوريز اللي موجودين عندي، عندي ميكانيكال بيفل بروتراكتورز، فيرنير بروتراكتور ودايال بروتراكتور، وعندي الاوبتيكال بروتراكتور.